رجاءنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. لا تجعل في هذا البلد الطيب يا مولانا شقيا ولا محروما، ولا ظالما ولا مظلوما، بكرم منك وجود يا أكرم الأكرمين. يا مولانا كما آمنا بحبيبنا ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أوردنا يا رب حوضه، وارزقنا يا رب شفاعته، واسقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك صبرا جميلا على ما نلقى، نسألك يا رب صبرا جميلا على ما نلقى. يا رب صبرنا على دنيانا إلى يوم أن نلقاك يا كريم. اجعلنا مع من قلت فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أسمعنا منك يا مولانا لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اهدنا يا ربنا واهدي بنا، اهدنا يا مولانا واهدي بنا، واجعلنا سببا في هداية من اهتدى، واكتب لنا في الدنيا والآخرة الهدى يا أكرم الأكرمين، ويا رجاء المذنبين، ويا أمان الخائفين، يا من لا تحلو الدنيا إلا برضاك، ولا تحلو الجنة إلا بلقياك. يا من إذا أقبل عليه العبد ناداه، يا من إذا أدبر عنه العبد قربه وناداه، يا من رحمته سبقت غضبه على العصاة، يا من رحمته سبقت غضبه على العصاة، يا كروبنا وأزل همومنا، واسلل سخيمة قلوبنا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. خذنا يا مولانا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، وكلنا يا كلنا جار مجير من شر خلقك أجمعين. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، اقضي حاجاتنا قريب. هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب، ما اجتمعت
معنا يا مولانا في هذا المقام إلا لنتعرف عليك ونفر منك إليك ونترك الدنيا ونلجأ إليك متوكلين عليك مقبلين عليك فلا تخرجنا من مجلسنا هذا خائبين لا تردنا من مجلسنا هذا خائبين ولا صفر اليدين انظر إلينا كلنا الآن نظرة رضا فإنك من نظرت إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا ارزقنا يقينا في قلوبنا نعلم به أنك قد غفرت لنا ارزقنا يقينا نرى به رحمتك